من التفاصيل ينضم معي من الجوف عبد الرحمن الإبراهيم، وأيضا من طريف ينضم معي نايف الفندي من هناك. أبدأ، اسمحوا لي زملائي الكرام، أبدأ مع عبد الرحمن. عبد الرحمن مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. كيف هي الأحوال، أحوال الطقس لديكم هناك في الجوف؟ أهلا بك فيصل. بالفعل هذه الحالة الجوية التي تشهدها مناطق شمال المملكة، أبرز ملامحها هو تسجيل درجات حرارة متدنية تلامس يعني 2 تحت الصفر مئوية، وتكون مظاهر الصقيع في خارج المدن. هذه الموجة الباردة تشهدها بالفعل المناطق الشمالية، وإذا ما تحدثنا على منطقة الجوف بوجه الخصوص منذ ما يقارب أو ما يزيد عن أسبوع كامل. أبرز تداعيات هذه الحملة أو هذه الموجة الباردة هو ما شهدته منطقة الجوف خلال أواسط الأسبوع الماضي من تأخير لساعات العمل الرسمية في المدارس إلى 9 صباحا نظرا لتأثير هذه الموجة الباردة. وهذه الموجة التي بدأ تأثيرها خلال هذين اليومين منذ صباح وفجر اليوم الجمعة، ويمتد تأثيرها متوقع إلى يوم الاثنين المقبل، حذر فيها يعني المتتبعين لحالات الطقس والمحللين للأرصاد، حذروا فيها من وقوع هذه الموجة الباردة على خارج المدن وتسجيل درجات حرارة متدنية. أبرز ما تم توجيهه للأهالي والمواطنين والمقيمين في المناطق الشمالية ومنطقة الجوف على وجه الخصوص هو اتقاء هذه الموجة الباردة، واتقاء يعني شدة البرد عبر عدم الخروج إلى ما يسمى المكشات في نهاية الأسبوع، وأيضا توجيهات ونصائح لمربي الماشية بالحرص على يعني الرعاة والماشية من تأثير هذه الأجواء. هذه الموجة الباردة فيصل تركت تأثيرها على منطقة الجوف كما أشرت لك بتدني درجات الحرارة إلى مستويات تقارب درجتين مئوية تحت الصفر، وتكون يعني الصقيع على المسطحات المائية المفتوحة وفي المناطق الزراعية التي تتاخم المدن في مدينة سكاكا وبقية المحافظات أيضا. ولعلي أشير أخيرا إلى أبرز توجيهات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات الباردة، واعتماد الأهالي على مصادر التدفئة إما الفحم أو إما وسائل التدفئة الكهربائية، والتي تحذر فيها مديرية الدفاع المدني منذ وقوع هذه الحملة هذه الموجة الشتوية الباردة على مناطق شمال المملكة، تحذر وتوجه باستخدام أمثل لمصادر التدفئة، عدم استخدام الفحم المشتعل داخل الأماكن المغلقة والذي يسبب إلى حالات اختناق لا قدر الله، وأيضا الحرص على الأدوات الكهربائية والتوصيلات الكهربائية والتي يعمد إليها الأهالي مع استخدام وسائل التدفئة الكهربائية، والتي في حال استخدام يعني وسائل تدفئة أو تمديدات لا توصف يعني بالأصلية أو الموثوقة ينتج عنها بعض الحرائق التي شهدتها في فترات مختلفة منطقة الجوف. وندعو طبعا دائما وأبدا بالسلامة للجميع. نعم، أشكرك عبد الرحمن، ابقى معنا. أذهب إلى زميلنا أيضا نايف الفندي. نايف مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. نايف، حدثني كيف تستقبلون البرد والمطر والثلج في طريف، وطريف تسجل يعني أقل درجة حرارة في المملكة منذ 30 سنة، منذ 30 عام تقريبا 6 تحت الصفر. ما هي أيضا نشاطات أهل الطريف في مثل هذا البرد القارس؟ أهلا فيصل، وأنا سعيد أيضا بتواجدي معك وإطلالتي عبر قناة الإخبارية للسادة المشاهدين والمشاهدات. أولا خلنا نعرف المشاهد بطريف يا فيصل، يعني طريف الآن الأصابع كلها تشير إلى طريف، طبعا مع بعد سقوط الثلج طبعا تواجد في طريف التابعة، المحافظة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية والتي تقع على الطريق الدولي الرابط بين بلاد الشام ودول الخليج، تزامن يوم ميلاد طريف مع ميلاد خط التابلاين، أطول خط أنابيب نفطي يمتد من الشرقية إلى لبنان. طبعا في أسس في عهد الملك المؤسس طيب الله ثراه الملك عبد العزيز. طريف سبب تسمية طريف يعود إلى 3 يعني أسباب، بسبب أشجار الطرفاء
المعروفة في بطون الأودية في محافظة طريف، وأشجار الطرفاء هذه التي صنع منها منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا المسمى الثاني يعود سببه لأنها توجد بطرف الشمال لذلك سميت طريف، والثالث هو بسبب طريف تطرفها الأول، والثاني بسبب الشعر الطرفاء، والثالث شعيب طريف بسبب تسمية بسبب شعيب طريف الذي يوجد في محافظة طريف. يبلغ عدد سكانها تقريبا 50,000 نسمة، تمتاز بمناخ مميز معتدل في الصيف وشديد البرودة في الشتاء، تعتبر عاصمة الثلج الأولى بالسعودية. أما عن الكنوز والثروات الموجودة فيها الطبيعية، اكتشف فيها مؤخرا غاز طبيعي طبعا وكميات كبيرة من الفوسفات الطبيعي، وأنشأ يعني بها خط سكة حديد يصل إلى المنطقة الشرقية إلى منطقة التعدين في رأس الخير في المنطقة. أما من حيث الطقس، يعني اليوم الثالث على التوالي تسجلت محافظة طريف يعني انخفاض ملموس في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وصلت إلى 6 تحت السالب طبعا، وتكون الصقيع منذ وقت مبكر من المساء حتى الفجر يعني. واليوم أنا في ضيافة أخوي علي البلوي نتحدث عن العادات اللي يعني يمارسونها أهل طريف لاستقبال هذا البرد وهذا الصقيع. أكرمها الله على الاستضافة، يعطيك العافية. 30 سنة ويعني الشتاء راح، صنفت طريف منها من أبرد المناطق، حدثنا كيف هذا الشيء أثر عليكم؟ هل هو يعني فيه سعادة أو فيه تعب عليكم؟ كيف حياتكم؟ الله يحييكم، أول شيء مساكم الله بالخير أخوي فيصل وجميع المشاهدين في قناة الإخبارية، هذه القناة الرائعة اللي دائما تتواصل معنا في كل الأحداث الموسمية. طال عمرك صنف الطريف أكثر من 30 سنة، وأنا البارح تواصلت مع بعض كبار السن أطال الله بأعمارهم، وقالوا أنه أول سنة تكسير مواسير تقريبا في طريف عام 1970، لها تقريبا 52 سنة. درجات الحرارة ما دون الصفر في ذاك السنة وصلت إلى 10 تحت الصفر، انكسرت الماسورة حقت المياه اللي نازلة من الخزان. طبعا الأجواء هذه بالنسبة لنا حنا نعتبرها جميلة وننتظرها على مدار السنة، ننتظر فصل الشتاء محفوف بالمخاطر أكيد، ولكن الحمد لله وسائل التدفئة موجودة ودائما مستعدين له استعداد كامل. طبعا لازم تكون موجودة والشبه موجودة. أول شيء الفروة بالنسبة لنا حنا هذه التدفئة المركزية للجسم في محافظة طريف، وعرفوا فيها أهل الشمال كامل وجود الفروة أنها تكون دائمة معهم. بالنسبة للاحتياطات اللي ناخذها دائما، يكون موجود ماء كافي للوضوء وقت صلاة الفجر. أكثر البيوت اللي بيتها متجه إلى الشمال أو إلى الغرب على اتجاه الريح يفضون مواسير الماء من الخزان، سكرون المحبس يفضون المواسير احتياط حتى أنه للساعة 10 يفتحون الماء وتبدأ الحياة تكون طبيعية عندهم. طيب ندخل بتفاصيل أكثر، إيش الأكلات المميزة بالشتوية باستقبال الزائر الأبيض والبرد والمطر؟ والله هي الأكلة الرئيسية المنسف مع شوي فلفل على طلي لبني، الحقيقة هي اللي تكون أكثر دفء لجسم الإنسان. جميل، تحذر الأرصاد طبعا من خروج العوائل للبر الأيام هذه خوفا عليهم. صحيح. والشباب إيش نصيحتك واللي يروحون لبطون الأودية مع السيول والأمطار والبرد والأمراض؟ صحيح. وتشغيل المدفئات أيضا في الداخل. والله هذا الموضوع المهم جدا. طبعا فيه ينقسم المجتمع إلى هواة، في ناس هواة يطاردون الثلج، تجد أنه سياراتهم دفع رباعي وعندهم استعداد كامل لو يقعد 10 أيام تحت العاصفة ما راح ينظر. لكن حنا مشكلتنا اللي والكلمة اللي وجهها لأهالينا في المحافظة أو من خارج المحافظة، أنه يقود سيارة عادية متواضعة ويأخذ أفراد أسرته بدون لبس ويطلع يشوف على باعتقاده يصور الثلج. طيب ممكن تشتد العاصفة فما يستطيع أنه يرجع، أو فرق الإنقاذ أنها تصل فهو يعرض أسرته للخطر، وتجدهم ثاني يوم بالمستشفيات زكام وحرارة وهاللون. فزي جلستنا اليوم أنا لا يمكن أطلع في وقت الثلج، نصور من النافذة موجودين بالبيت. التدفئة دائما تكون عندنا نوعين من التدفئة، كهرباء وكاز اللي هو الكروسين. دفايات الكاز تكون موجودة، لا سمح الله لو حصل عطل في الكهرب يكون الكروسين موجود. والله يعني أتوجه بكلمة إلى أهالينا في المنطقة الشمال، في المنطقة الشمالية أو في محافظة القريات، إنه يلزم البيوت في وقت العاصفة
لأنه أشوف سيارات الدفاع المدني الله يجزاهم بالخير استنفار كامل، لكن أحيانا قد تزود العاصفة ما يستطيعون يصلون كما حصل في بعض الدول، وفاة عدد كبير سكرت العاصفة وفرق الإنقاذ ما استطاعت أنها تصل لتنقذه. هل يوجد من أخبار للثلوج في الأيام القادمة؟ والله هذا خاص بمتابعين الأرصاد، لكن أنا أقول الخير جاي إن شاء الله، ونسعد الحقيقة في الثلج، وحنا صرنا نتنافس، وأنا يعني نفتخر أنه طريف منطقة درجة الحرارة تكون عاصفة الثلج، يعني قاعدين نفتخر. أحيانا يكون بعض المدن المجاورة يقولون مثلا المدينة الفلانية والله اليوم أبرد منكم، نقول لا مو صحيح، حنا درجة الحرارة صار في منافسات. الله يعطيك العافية أخوي علي، وشكرا على الضيافة، وألف شكر لك. مرحبا، حياكم الله، وشكرا للإخبارية، الله يحييكم. نعم فيصل، هذا كل ما لدينا من طريف، وإن شاء الله أنك تجينا أنت وطاقم الفريق أثناء الثلج هنا، ونأخذ لقطات أحلى وأحلى وأحلى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك زميلي نايف الفندي من طريف، وأيضا أشكر زميل عبد الرحمن الإبراهيم من الجوف، يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا.